شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. احدى البحوث التي تتعلق بعالم الاخره مبحث الشهود في يوم القيامه وقد اكثرت الايات الكريمه الروايات الشريفه من الحديث حول هذا الموضوع وفي هذه الليله نتحدث باذن الله تعالى حول هذا البحث ضمن ثلاثه محاور المحور الاول لماذا الحديث عن الشهود المحور الثاني ما هي الشهاده المحور الثالث من هم الشهداء اما بالنسبه الى المحور الاول وهو لماذا الحديث عن الشهداء وعن الشهود في يوم القيامه لعل هنالك عاملين يقفان وراء هذا التركيز في الايات والروايات حول موضوع الشهود العامل الاول ان ذلك له تاثير كبير في تقريب العباده الى طاعه الله وابعاد العباده عن معصيه الله احدى الاشياء التي يذكرها علماء النفس في بحوثهم يقولون احدى الحاجات النفسيه المهمه التي يحتاج اليها كل فرد من الطفل الصغير الى الشيخ الكبير الحاجه الى القبول الاجتماعي الفرد يحب ان تكون له كرامه في المجتمع يحاول الحفاظ على هذه الكرامه يبتعد عن كل شيء يجعله منبوذا في المجتمع الشعور بان الفرد منبوذ المجتمع لا يحبه، لا يقدره، يهينه هذا شعور قاتل وشعور مرير ولذلك لاحظوا ان الافراد يحاولون ان يتجنبوا عن كل شيء يفضحهم في المجتمع قضيه الشهود بهذا الحجم الكبير المذكور في الايات والروايات وبهذا التنوع العجيب لعل هنالك اكثر من ثلاثين شاهدا ياتون يوم القيامه ويشهدون على اعمالنا هذا الجدار يشهد علينا هذا الفرش يشهد علينا اكثر من ثلاثين شاهد يشهدون علينا او لنا في يوم القيامه الشعور بهذه الحقيقه ان الفرد مراقب من قبل جهات متعدده وان هذه الجهات سوف تاتي يوم القيامه وتفضحه في تلك المحكمه الكبرى الأفراد حاضرين في هذه الدنيا أن يدفعوا ثروتهم للحفاظ على كرامتهم الاجتماعية إذا واحد متهم بتهمة معينة لعله يبذل الملايين حتى يبرئ نفسه أمام المجتمع هذه قضية مهمة جداً الشعور بهذه الحقيقة ان هنالك رقباء وان هؤلاء الرقباء سوف يأتون ويشهدون ويفضحون لاحظوا هذه الآية الكريمة الله تعالى يقول في دعاء المؤمنين ربنا انك من تدخل النار، النار مع عقوباتها الشديدة التي لا تقوم لها السماوات والأرض ولكن في هذه الآية ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني هذه قضية مهمة انه واحد يفضى واحد والعياذ بالله كذب ويفضح في العالم كم هو مؤلم أن يفضح أمام مليارات البشر في يوم القيامة ينقل أنه واحد من المؤمنين كان يخاطب الله سبحانه وتعالى كان إلى النوع من الوجاهه الاجتماعيه، المعروفيه الاجتماعيه، كان يقول يا الله اذا شقاوتي، شقوتي قادتني الى نارك، والعياذ بالله، وكتب علي ان اكون من اهل النار، لي طلب واحد منك وهذا طلب أن لا تفضحني أمام الذين يعرفونني كلش مهم يمكن واحد يكون حاضر يروح إلى الاعتقال والتعذيب ولكن أن لا يفضح في الجرائد والمجلات والقنوات الفضائية هذا العامل الأول العامل الثاني الذي يحتمل ان يكون وراء هذا الاكثار من الحديث في الآيات والروايات عن شهود يوم القيامة ان لا يكون هنالك مجال للإنكار أو التكذيب أو الاتهام المجرم عندما يرى ان جميع الابواب اغلقت امامه ويرى العذاب الالهي هذا ما عندما مانع من الكذب حتى على الله تعالى يكذب حتى على الله الله يأتي له بصحائف الأعمال يكذب هذه الصحائف في الأحاديث الملائكة يأتون مع كل واحد منا أكثر من عشرين ملك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملائكة كثيرون لعله أكثر من عشرين ملك مع كل فرد منا الملائكة يأتون ويشهدون يقول يا الله هؤلاء ملائكتك هؤلاء شهود يشهدون لك انا ما اقبل هذه الشهاده. يحلف بالله كاذبا والله ربنا ما كنا مشركين وربما يتهم الله في عدله هذا مثل واحد يجيبوه الى المحكمه الحاكم شاهده وهو يرتكب جريمة القتل. الحاكم هو الشاهد، الشاهد هو الحاكم. هنا اكو مجال للإنكار، يقول لا هذا الطاغية مع خمسة الاف كيلو من الوثائق ينكر يقول انا ما قاتل مع كل المقابر الجماعيه يقول انا ما قاتل اكو مجال للانكار ولكن عندما تأتي في المحكمه ببصمات القاتل اكو مجال للانكار عندما تأتي في المحكمة بالصور، هاي صورة هذا الفرد يأتي ويدخل إلى داخل الغرفة ويأخذ الضحية ويخنقها، بعد ماكو مجال للإنكار. وماكو مجال للاتهام، فقضية الإشهاد وقضية الشهود، أولاً ليكون ذلك مقربا للعبد إلى طاعة الله التي هي مصلحته الحقيقية، وليكون ذلك مبعدا له عن معصية الله التي هي مفسدته الحقيقية، هذا أولا، وثانيا لكي لا يكون هنالك مجال للانكار او التكذيب او الاتهام المحور الثاني ما هي الشهاده الشهاده ماخوذه من ماده الشهود الشهود بمعنى الحضور تقول هل شهدت الواقعه الكذائيه يعني هل كنت حاضرا فيها ولكن لا كل حضور يقال له شهاده بالمعنى الحقيقي للشهاده، وانما الحضور المصحوب بالادراك والشعور، حضور وشعور هذا هو الذي يقال له الشهادة إذا ميت يكون حاضر لا يكون شاهد إذا نائم يكون حاضر هذا النائم لا يكون شاهدا ولا شهيدا إذا شيء ما إلى إدراك يكون حاضر لا يكون شاهدا هذا المفهوم للشهود وللشهاده في شهاده الاشخاص مفهوم ولكن في شهاده الاشياء غير مفهوم شهادة الأشخاص يعني شهادة الملائكة، الملائكة لها حضور ولها إدراك وشعور، ولكن في شهادة الأشياء في يوم القيامة، مفهوم الشهادة بمعناها الحقيقي فيه نوع من الغموض ولذلك البعض لجاوا الى تفسير هذه الشهاده بالشهاده التكوينيه قالوا ان شهاده الاشياء في يوم القيامه شهاده تكوينيه ما هو معنى الشهادة التكوينية؟ أمثل لكم بمثال يقرب معنى الشهادة التكوينية. الشهادة التكوينية يعني واحد البارح مناي سهر. نقول له عينك تشهد أنك كلمتنا. يعني عدم النوم ترك آثار تكوينية على العين، هذه الآثار تكشف أنك لم تنم البارحة، الطبيب عندما يأتي، شايفين الأطباء يأخذون النبض، نوعية حركة النبض تكشف عن حالات المريض. النبض يكلم الطبيب يتكلم وياه، يقول: إن صاحبي يعاني من هذه المشكلة، يعاني من الحمى مثلاً. إذا النبض يدق سريع، هذا ربما يكشف عن أن صاحبه محموم مثلاً. هذه شهادة تكويني يد العامل تشهد بأنه عامل، لأن يد خشنة، ويد غير العامل تشهد أنه مو عامل، هذه شهادة تكوينية، هؤلاء لجأوا لأنهم لم يستطيعوا ان يستوعبوا المعنى الحقيقي للشهاده في شهاده الاشياء فالتجاوا الى هذا المعنى هذا المفهوم للشهاده لا نراه مفهوما يتطابق مع ظاهر الآيات القرآنية والروايات الشريفة. ظاهر الآيات والروايات أن الأشياء لها شعور أي الله تعالى يقول في القرآن الكريم: "وإن من شيء إلا يسبح بحمده" هل هذا التسبيح تسبيح تكويني؟ من باب أن الأثر يدل على المؤثر، ويدل على صفات المؤثر، الصفات الثبوتية، والصفات السلبية؟ اذا كان كذلك كما قاله بعض العلماء فما هو معنى ولكن لا تفقهون تسبيحه التسبيح التكويني نفقهه جميع واضح ان كل اثر يدل على مؤثره الشيء الذي لا نفقهه هو التسبيح بمعناه الاخر. الله تعالى يخاطب الارض وقيل يا ارض بلعي ماءك، هذا خطاب. الخطاب عاده لا يكون الا لمخاطب له شعور. قيل يا ارض بلعي ماءك. ويا سماء اقلعي. في آية أخرى الله تعالى يخاطب النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خطاب في ايه اخرى الله تعالى يقول انا عرضنا الامانه على على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها اشفاق واباء ولذلك ذلك الشاعر يقول ما ترجمته ان النطق الماء والنطق التراب والنطق الطين هذه كلها محسوسه لارباب القلوب هذه تقول اننا نسمع واننا نبصر واننا نشعر ولكن يشعر بذلك من هو محرم لنا شايفين المراه تتحجب عن غير محارمها الذين يفهمون ذلك من هم لهم اهليه واما انتم فلا اهليه لكم، هذا ترجمه شعر الشاعر، هذه القضيه لعلي نقلتها لكم قديما في مجال اخر، احد العلماء كان ينقل ان اثنين صاحب أحدهما الآخر في سفرة أو شيء في الليل واحد نام الثاني ما نام بعد فترة النايم قام من النوم شاف هذا قاعد ويذكر الله تعالى أو يصلي أو يسبح بعدين نام بعد فترة قام شاف أيضا هذا قاعد فقال له لماذا لا تنام قال له كيف انام وكل ما حولنا يقظ ثم كشف عن عينه واذا به يرى جميع الاشياء الجدران والاشجار وبقيه الكائنات كلها تسبح بحمد الله هذه كلها يقظه وانا انام كيف انام فلا يوجد هنالك داعي للتأويل، هذه الأشياء تتحمل الشهادة عن شعور، تعلمون أن الشاهد له مقامان، مقام تحمل الشهادة ومقام أداء الشهادة، هذه الأشياء كلها تتحمل الشهادة عن شعور في هذه النشأة، وتؤدي الشهاده عن شعور في تلك النشره. ولا يوجد داعي لتاويل هذه الايات والروايات فيما يبدو لنا. هذا هو البحث الثاني. المحور الثالث من البحث من هم الشهود الشهود متعدد الشاهد الأول اللسان الشاهد الثاني اليد الشاهد الثالث الرجل الشاهد الرابع العين الشاهد الخامس الأذن الشاهد السادس الجلود القرآن الكريم إن شاء الله بقية الشهود نؤجل البحث حولها لبحث قادم الله سبحانه وتعالى يقول يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللسان يشهد، ولعله تقديم اللسان في هذه الآية المباركة مضافاً إلى مناسبته لمورد الآية الكريمة أن اللسان عضو خطر جد بل لعله أخطر الأعضاء على الإطلاق. لاحظوا الرواية في سفينة البحار المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه يقول: مضمون الرواية إن الله تعالى يقول للسان لا عذابا لا أعذبه شيئا من الأعضاء والجوار. اللسان كلش خطير قبل فترة طويلة شفت كتاب حول آفات اللسان لعله كان حوالي 700 صفحة. كان ذاكر العشرات او المئات ما اتذكر الان من افات اللسان. قلت كلمه فبلغت مشارق الارض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام واستحل بها العرض الحرام واستبيح به المال الحرام. يفتي فتوى بتشجيع العمليات الإرهابية من اللي يفتي من اللي كتب حلية قتال الرافض؟ هذا مو شخص يسمى عالما وقتل الألوف على أثر كلمة يقولها أو يكتبها من اللي يخلق الفتن الاجتماعيه، الان مجتمعنا مليء بالفتن. العوائل مليئه بالفتن، النمام هذا ينقل كلمه هذا لذاك، ينقل كلمه هذه المراه لتلك المراه، هذا الرجل لذلك الرجل ويشعل فتنه اجتماعيه. هذا اللسان ياتي ويشهد يوم القيامه. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم اليد التي بطشت واذا بطشتم بطشتم جبارين حتى واحد في عائلته هذا الطفل يرتكب مخالفه واذا به يصفعه باي حق ضمن الضوابط الشرعيه يقول واحد من الأفراد في قضية مطولة الآن ما علي بها يقول أنا كنت انتقل من منطقة إلى منطقة ومعي طفلي طفل طلب مني شيئًا وألح فأنا ضربته على يده يقول بعدين رحت إلى مدينة أخرى تبعد كثير عن تلك المدينة يقول في الطريق هاي القضية أوائل ما كان التلفزيون جاي إلى العراق يقول شفت التلفزيون يجيب الصور والمناظر فتعجبت جدا هذا هاي الأشياء البعيدة المناظر البعيدة شلون يضبطها ويريها فيقول ذهبت إلى ولي من أولياء الله سبحانه وجلست عنده فبدأني بهذا الحديث قال أحيانا واحد يكون في الطابق العاشر يعني من الإيمان والتقوى وعلى أثر غفلة بسيطة يسقط إلى الحضيض <applause> يعني ما قايل شيء فيبدو هذا على هذا البعد الكثير عرف قضيتي أنه أنا ضربت على يد الطفل فقلت له أنا شفت بالطريق شيء عجيب وهو التلفزيون ولكن إخبارك هذا أعجب على هذه المسافة الطويل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون". سورة النور آية 24. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت آية 20 يقول: "حتى إذا ما جاءوها" يعني جهنم، بعض العلماء يقولون معناه يعني قربوا من جهنم. شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ انا اشير الى نقطه واحده تتعلق بشهاده هؤلاء الشهود السته واقرا بعض الروايات واختم الحديث هذه النقطه هي انه احنا في هذه الحياه الدنيا الله تعالى اعطانا منحنا خولنا ولاية تكوينية على أعضائنا بمعنى آخر من معاني الولاية التكوينية، أنا الآن عندي ولاية تكوينية بمعنى آخر على يدي، ولذلك أتمكن أن أحرك هذه اليد اليد الله تعالى جعلها تحت هيمنته ولذلك الله تعالى ما اعطى هذه الولايه التكوينيه للمشلول شنو الفرق بينكم؟ انعم الله عليكم بهذه القدره والمشلول المشلول الله ما اعطاه هذه الولايه التكوينيه ولذلك ما يتمكن يحرك ربما في بعض الحالات لا يتمكن ان يحرك حتى اجفان عينه الاعضاء الان تحت ولايتنا هذه الولايه التكوينيه الله تعالى يسلبها يوم القيامه من بعض الافراد بعد ما عنده ولايه على لسانه لسانه ينطق ضد جلده ينطق ضد وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هذه الولاية تؤخذ من المجرمين طبعا من الجنات بعض الروايات نذكرها في هذا المجال ونختم بها الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث طويل هذه الرواية مذكورة في نور الثقلين المجلد الرابع صفحة 543 وثلاثة ثم يجتمعون في موطن اخر اهل المحشر فيستنطقون فيه نطق اختياري فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين يكذبون حتى على الله سبحانه وتعالى فيختم الله تبارك وتعالى على أفواههم، هنا موطن الختم على الأفواه بعد الكذب على الله سبحانه وتعالى، ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود فتشهد بكل معصية كانت منهم، ثم يرفع عن ألسنتهم الختم فيقولون لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الرواية الأخرى رواية مفصلة عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول في هذه الآية: وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. قال يعني بالجلود الفروج والافخاذ. هذا لعله من باب التفسير بالمصداق والا الجلود تشمل كل البدن لانه الوجه له جلد، اليد لها جلد. الرجل لها جلد، هذا الجلد جميعه يشهد، لعله أول ما يلامس الشيء، الجلد، الثوب الحرام، الرجل الذي يلبس ثوباً حراماً، أول ما يلمسه جلده، الذي يمشي على فراش محرم، أول ما يلمسه جلد الرجل. أكو بعض الأفراد كل حياتهم حرام ثوبهم حرام بيتهم حرام فرشهم حرام يمشي في حرام ينظر في حرام ينام في حرام أول شيء يلمس هذه المحرمات الجلد ومن جملة مصاديق ذلك القضايا الجنسيه المحرمه، هذا الشخص الذي ما كان حاضر انه يرتكب هذا العمل الفاحش في محضر طفل، حقيقه كثير من الافراد اذا الطفل ينظر اليهم لا يقدمون على ارتكاب الفاحشه، واذا به يفضح على رؤوس الخلائق. وأفخاذه وجلده يشهد عليه والعياذ بالله الرواية الأخرى مذكورة في كتاب البرهان في المجلد السابع صفحة تسعة وأربعين عن علي بن إبراهيم صاحب التفسير حول هذه الايه حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال انها نزلت في قوم تعرض عليهم اعمالهم فينكرونها، ما مسوين هاي الاعمال. فيقولون ما عملنا منها شيئا. فتشهد عليهم الملائكة الذين كتبوا عليهم أعمالهم فيقولون لله يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لك ظل عمالك جنودك يشهدون لك هاي الشهادة مو مقبولة. ثم يحلفون بالله ما فعلوا من ذلك شيئا وهو قول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يظنون ان الكذب كما يمشي في الدنيا يمشي في الاخره ايضا فعند ذلك يختم الله على السنتهم وينطق جوارحهم فيشهد السمع بما سمع مما حرم الله الغناء الذي سمع مثلا ويشهد البصر بما نظر إلى ما حرم الله الأفلام الخليعة التي شاهدها النساء الأجنبيات التي شاهدهم ويشهد البدن وتشهد اليدان بما أخذتا وتشهد الرجلان بما سعتا فيما حرم الله ويشهد الفرج بما ارتكب مما حرم الله ثم انطق الله ألسنتهم فيقولون لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. حقيقة واحد ربما من الناحية الاعتقادية يعتقد نظريا أن الله يراه ولكن من الناحية العملية لا يصدق ذلك في كتب التفاسير أكو أن ثلاثة اجتمعوا في بيت الله الحرام يتسارون يتكلمون بكلام خافت فقال أحدهم للآخر أتظن أن الله تعالى يسمع نجوانا وكلامنا فقال الثاني إذا نحكي حيل الله يسمع إذا نحكي يواش الله ما يسمع بصوت منخفض وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ونعوذ بالله من ذلك. نسال الله سبحانه وتعالى أن لا نكون من هؤلاء وأن نكون من الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم وأن تشهد لنا ألسنتنا وأرجلنا وأيدينا بالخيرات والأعمال الصالحة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بال كالألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاه والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نورك